أصبح على مجد لم تختفي ملامحه حتى الساعة. ويأخذها ماجد ويجري، ماجد ماشي، تابع الجزاء والجول! جول! يلعب ماجد أعلى وفي المرمى! التاريخ الذي أشرع أبوابه طواعية للسهم المهم استسلم في سنين قليلة لنقش بالذهب لجملة من الإنجازات التي تمر من قوس الأخضر أو الأصفر بسهم يرميه الأسمر لا يخطئ لكنه يصيب في مقتل، بدءاً بأهداف للمرة الأولى تصيب مرمى الطرابلسي الكويتية، مروراً بما عرف بأهداف السينما والتغزيل إلى أهداف الطلقة الأخيرة لأولى كأس بحجم نصف الأرض. وهكذا الأهداف تأتي تباعاً، فلا راد لها إلا مشيئة الله التي تغيبه مرات للإصابة وأخرى تؤجلها للحسم بضربة جزاء لا تخطئ أبداً. خلف المدافع لماجد براس، براس المرمى، براس الحلوة في المرمى، هدف براس الحلوة، براس ماجد، يا حلاوتك يا ماجد. يجي ماجد لحاله وحي يسار الحارس يقول تبافين. ليست كلمات كالكلمات، المسألة حقيقة أمر لعبارات تستقيم طرباً للفارس الذي شق الغبار ولا يشق له. إنه الوهج الذي يزيده الاحتراق اشتعالاً وديمومة على أسوأ الأحوال داخل وجدان كل المنصفين. كان ذلك بلمسة المغرم بماجد أحمد بن حسن. أبو عبد الله، تعليقك. والله أنا التقرير عجبني فيه أهداف ماجد وصوتك الحلو، يعني معطيه كذا إبداع وجو جيد. بالنسبة للجنس يعني من الظلمة الآن يدخلوا ماجد في موسعتهم، المفروض يدخلوا من زمان، يمكن توم صاحيين او متذكرين. طيب ابو عبد الله، خلينا نتكلم عن، تعرف احنا من الجيل اللي اتحاد القدم، عفوا تفضل، اتحاد القدم عندما ياتي سعيد العويران ويكرم خارجيا، سواء باختيار هدف ثالث افضل هدف في كاس العالم، سواء باختياره ضمن افضل 100 لاعب في كاس العالم، عندما ياتي ماجد يدخل موسوعه جينيس، اين اتحاد القدم من انجازات لاعبيه؟ والله شوف، قبل شوي كان المتحدث مال الاتحاد معاك وكان المفروض توجه له السؤال ما توجهه لي انا. انا مثلك اتساءل عن الاتحاد في دوره في البحث عن النجوم او وصمه النجوم السابقين. واحد من ذكرتهم في الجيل المتاخر اللي هو سعيد العويران طبعا، وهدفه الخرافي في كاس العالم وله تكريم زي ما ذكرت انت. فأنا بالعكس أنا في صفك أنت وصف كل الناس اللي تطالب بالالتفات وتكريم مثل هؤلاء الأشخاص اللاعبين اللي قدموا يعني بصمات منجزات فردية تسجل لهم للوطن. تفضل أسامة. طبعا أقول بالنسبة يعني اسم مثل ماجد، مثل سعيد العويران، مثل سامي الجابر، مثل أسماء الرنانة وقبلهم طبعا كان صالح خليفة، صالح النعيمة، عبد الجواد، الآن ناصر الشمراني، ناصر هداف دوري أبطال آسيا. هذول المفروض يكون يعني إحنا المفروض يكون لهم يعني مش فقط إنه والله لازم يطلع لهم مثلا تكريم وعشان إننا نجي نحتفي، إحنا نبحث عن يعني كإعلام، بإضافة على أساس أنه ندعم اتحاد القدم فيه. يعني اتحاد القدم إذا جلسنا بالشكل هذا ولجانة اللي ملخبطة والله ما نأخذ من أي شيء. لذلك أنا أقول لجنة المسؤولية الاجتماعية تعنى بالشيء هذا، دكتور عبد الرزاق أبو داود، يعني الدكتور عبد الرزاق رافع علينا مسوي الخطوة هذه حقت نجوم الرياض ونجوم جدة، يعني خطوة تعتبر خطوة إيجابية. ولكن أنا أقول في إنجازات، معلش بدر، هذه على المستوى المحلي، يعني لما تجي نجوم الرياض، نجوم جدة، نجوم الشرقية، ما أبغى كذا. أنا أبغى الجواز اللي ناخذها لما يكرم سعيد العويران، يكرم ماجد، يكرم سامي، يكرم فلان. ليش هذول يعني ما يكون لهم صدى؟ ليش ما يكون اتحاد القدم؟ ليش لازم الإعلام هو اللي يحفظ اتحاد القدم على أساس إنه هو اللي يكرمهم؟ كل هالأشياء. اتحاد القدم مشكلته الآن قلت لك هم يعني
أربع سنوات جاي يبغى يجلس من شغلين في الصراعات الصراعات اللي بيناتهم وجالسين بس كل واحد يبغى يجلس في هالمقعد هالأربع سنين يخلص أموره يمشي وهذا غلط. إحنا جالسين نخدم كرة سعودية جالسين نبغى يعني الآن أنتم جاتكم إمكانيات ما تحلمون فيها ملاعب الجاس يعني الدولة تضخ عليكم ملاعب حتى تبني عنكم بعد دعم مالي لتسديد الديون والديون أشياء كثيرة. طب أنتم جالسين تسوون معليش الشركات الاستثماريه انجسين يعني يا الله يا طلعت لكم شركات استثماريه كاس سمو ولي العهد وكاس الملك الى الان ما عندهم رعاه صحيح يعني في اشياء يعني يفترض يكون فيها فكر يعني اكثر في اتحاد القدم. يعني اتحاد القدم الاشياء اللي او نقول الامان اللي كانوا يقولونها لنا ايام الانتخابات معليش ما شفناها الان على ارض الواقع. طيب عضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد السعودي لكرة القدم سليمان الجابري حياك الله سليمان تفضل طلبت المداخلة. مساك الله بالخير أخوي بدر أمسي عليك وعلى الزميل أسامة نعيمة وعلى الزميل حمد الدبيخي ومشاهدي الرياضية السعودية حياك الله. أخوي بدر أنا مداخلتي بس لتوضيح أمر مهم يعني بخصوص اللجنة الإعلامية حقيقة يمكن الجميع يرمي باللوم والتهمة على اللجنة الإعلامية في كل ما يحدث من أمور إعلامية داخل الاتحاد القدم. ما ودي أوضحه أخوي بدر إنه اللجنة الإعلامية مع الأسف الشديد مهمشة مغيبة تماما عن العمل. إحنا طلبنا أنا والزميل حسين الشريف في أكثر من مناسبة الاجتماع مع أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي أيضا مع الأستاذ أحمد الخميس لتوضيح كثير من الأمور اللي تخص اللجنة. يعني إحنا في اللجنة بعد التشكيل الجديد لا نعرف أي شيء في اللجنة لا مهام لا إيش المطلوب مننا بالضبط. فبالتالي اللجنة الإعلامية مغيبة بشكل تماما عن أعمال الاتحاد. إحنا في مقترحات سابقة قدمناها للاتحاد السعودي أن كل أي بيان إعلامي أو أي خطاب إعلامي للاتحاد السعودي يكون منبعه اللجنة الإعلامية ليكون خروج هذا البيان عن طريق اللجنة الإعلامية من إعداد من تواصل مع وسائل الإعلام المختلفة. ولكن للأسف الشديد أصبحنا نشك فعلا من هناك في الاتحاد السعودي من يسعى إلى 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 إسقاط اللجنة وفشل عمل اللجنة. فبالتالي انه من الظلم ان يعني من اللي يسعى سليمان من اللي يسعى من داخل الاتحاد ولا من خارج الاتحاد؟ ماني والله ماني عارف اخوي بدر لكن للاسف الشديد احنا بمطالباتنا العديده للاستاذ احمد عيد والاستاذ احمد الخميس من عمل الاتحاد السعودي انه باجتماع لتحديد مهام وضع استراتيجيه للجنه للاسف الشديد ما لقينا اي تجاوب. طيب لماذا سليمان لماذا لا ترحلون من اللجنه اذا كانت معطله ومهمشه؟ والله يا اخي انا ما اخفيك انا بالفعل انا افكر في هذا الامر لانه احنا سبق لان الحمد لله انا والزميل حسين وجميع الاخوان الاعضاء في اللجنه عندنا الخبره الكافيه وسبق عملنا في لجان ونجحنا فيها الحمد لله. لكن المهام مثل ما قلت لك ما منحت لنا الصلاحيات في العمل. يعني بعطيك مثال بسيط اخوي بدر اجتماع الاخير للاتحاد اذا كان بالفعل انه فعلا رئيس اللجنه عبد الكريم الفالح غايب من شهرين عن اعمال اللجنه لماذا لما تقدم الدعوة لي أنا أو لحسين الشريف لحضور صحيح. الاجتماع في خروج بيان مثل هذا البيان وما حملوا من أخطاء. يعني هو كان اجتهاد من الزميل علي الزهراني وللأسف الشديد مثل ما ذكر الأخ حسين إحنا ما كان لنا دور أصلا في تعيين علي الزهراني كمنسق للاتحاد. علي الزهراني أبعد أيام اللجنة السابقة وأعيد مرة أخرى إحنا كأعضاء لجنة ما كان لنا أي قرار في هذا الموضوع. فمن الظلم أخوي بدر ضبط المشاهدين انه يكون يعني يلقى علينا اللوم واحنا اصلا ما كان لنا اي دور في هذا الموضوع هناك تهميش لعمل اللجنه الاعلاميه. ضبطوا علاقتكم مع الاتحاد شوفوا من اللي ضبطون علاقتكم فيه شكرا الله يا بدر شو نسوي بعد. يعطيك الف عافيه سليمان الجابري عضو اللجنه الاعلاميه شكرا لصراحتك سليمان شكرا لك. طيب اليوم مدرب نادي نجران البلجيكي مارك بريس قدم استقالته من تدريب الفريق. مارك بريس المدرب الثاني لفريق نجران هذا الموسم قدم استقالته. أبو عبد الله يعني لا زالت الاستقالات تتوالى في دوري جميل من المدربين وش الظاهرة هذه يعني في الموسم هذا؟ والله مو حاجة جديدة يعني هي كانت إقالات الآن تحولت إلى استقالات. مدرب هجر استقال والآن مدرب نجران فهي إقالة واستقالات. وحنا طبعا هذه موضة بالعكس يعني العام الماضي 14 فريق دربهم حوالي أكثر من 20 مدرب. أصلا في كل سنة حنا نبدأ ممكن تلقى مدرب واحد من موسم اللي قبله ندية كبيرة متوسطة صغيرة كلهم طبعا.
ففي مشكلة طبعاً. بالعكس أنت، أنا ودي يعني أن ندرس الظاهرة هذه، العيب وين؟ معقولة كل المدربين اللي مروا على الكرة السعودية في الأندية وفي المنتخبات كلهم سيئين؟ أنت شاهدتهم أبو عبد الله، شاهدت القروني، يعني شاهدت ناصف، شاهدت مارك بريس، شاهدت كوستوف الرائد، كلهم يستحقون الـ أن يرحلوا من أنديتهم هذا العام؟ لا، أنا أشوف أنا بالنسبة لي عندي قناعة إن اللاعبين في كرة القدم هم الأهم، لكن هم يخسرون النتائج، فبالتالي يكون دائما الضحية المدرب. بالعكس يعني أنا أتمنى أن يكون هناك رؤساء أندية شجعان ويبغون على قناعاتهم بجلب هذا المدرب، لأن بالعكس في بعض الأندية في سنة من السنوات العام الماضي واللي قبله 3-4 مدربين دربوا نادي واحد، ومو بصحيح يعني. هذا فشل، أنا قايله فشل في الإدارة، مجلس إدارة، وليس فشل في المدرب. من اللي تعتقد أبو عبد الله أنه ذهب ضحية يعني هذا ظاهرة الموسم سيئة؟ من اللي كان فعلا ضحية من المدربين؟ أنا أعتقد كل المدربين يعتبرون ضحية، لأنك إذا كان مدرب ما عطيته يستمر، توقع معاه مثلا موسم وتخليه في نص تشيله بعد مباريتين، أو توقع معاه 4 مواسم وتشيله في نص الموسم، ما يصير. أنا أقول لك كرة المدرب جزء من المنظومة. أنت لا تعتقد أخوي بدر أن الآن المدرب هو كل كرة القدم، على اللاعب المبدع، إبداعاتك أنت كلاعب، لأنك أنت لاعب محترف فريق أول. والأهم يعني برضو مهم جدا أنك أنت ما تجيب برضو، إذا كان طموحك البقاء تجيب مدرب تبي يجيب بطولة زي ما حصل العام ماضي. يعني نادي النهضة جابوا بلاتشي كان يقول أبغى أجيب بطولة، هم قالوا لا نبغى البقاء. هنا الهدف مختلف، فهو صحيح. كان الخطأ منهم هم في جيبته هنا، يعني مش ظاهرة، هذه حاجة استثنائية. ممتاز. لكن ألاحظ على فكرة أغلب المدربين اللي يتركوا هنا يروحوا هنا. العام مثلا التعاون كان من الأندية البارزة مع روابح، شو اللي تغير؟ نفس المدرب، النتائج تغيرت، شال المدرب. إيش الضمانات أنك أنت مثلا والله العلة في المدرب؟ لكن ضغوط إعلامية على مجلس إدارة، فبالتالي يتخلص من المدرب، يهدي الضغوط، ممكن يتوفق ما يتوفق. ممتاز. يعني عمل اجتهادي ونفس الشيء. حتى على فكرة يعني حتى احنا جزء من المشكلة الآن، في مطالبات بإقالة مدرب المنتخب مع أن نتائجه جيدة، وبالتالي سيرضخ الاتحاد عاجلا وآجلا لهذا المطلب، بالرغم أنه قبل يومين أصدر بيان بتجديد الثقة في المدرب. وبتشوف كلامي اللي قلته اليوم بعد كأس الخليج. طيب أسامة، أنا أقول يعني وش الاستراتيجية اللي تبنيها علينا في كنادي؟ يعني لما تقول لي والله أنا بديت معسكر وبديت موسم 5 أسابيع الآن 5 أسابيع وألغيت عقد مدرب، وفي من التغى عقد مدربه في الأسبوع الثالث. إذن وش الاستراتيجية اللي أنت بنيت عليها تقول لها المدرب هذا كويس ومو كويس؟ يعني أنت جالس مع احترامي أنت كمجلس إدارة، ولهذاك أضم صوتي مع حمد إنه البلا في مجلس إدارة مو في بلا في يعني المدرب. إيه؟ مجلس الإدارة إيه؟ مجلس الإدارة يخضع الضغوط ويقول خلاص بغير، مو صحيح إنك يعني تخضع الضغوط وتغير مدرب بعد الأسبوع الثالث وبعد الأسبوع الرابع والخامس، مو صحيح. إذا أنت استراتيجي غلط، ماخذ معسكر، معسكر أنت وياه حول 20 يوم برا في خارج المملكة وكل هالأشياء، وبعدين تجي بعد خسارة خسارتين تقول يمشي، ما هو صحيح. غلط. هذا الغلط. طيب. وبالتالي تتحمل هالخطأ. أذهب إلى فصل وأعود لإكمال محاور الملعب مع ضيفي. نكبر ويكبر حبك معنا يا وطن.
اهلا بكم في الملعب، ورحب مجددا بضيفي في هذه الحلقه مباشره من الدمام، المحلل الرياضي ونجم الكره السعوديه السابق حمد الدبيخي، ومن الرياض الاعلامي الرياضي وسام النعيمه. اليوم لجنه الانضباط عاقبت رئيس نادي الشعلة فهد الطفيل على خلفيه تصرفه المسيء، كما وصفت اللجنه هذا التصرف تجاه تجهيزات قاعه المؤتمر الصحفي في مباراه الشعلة والنصر، وتلفظه بالفاظ بذيئه خارجه عن الروح الرياضيه على بعض مسؤولي رابطه المحترفين. وبالرجوع لخطاب او تقرير مدير ملعب الخرج وتقرير الرابطه، تم تغريم رئيس نادي الشعلة مبلغ 40,000 ريال على ان يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنه الاستئناف، كذلك تحذير رئيس نادي الشعلة بمضاعفه العقوبه، القرار قابل للاستئناف. أيضا من ضمن العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على نادي النصر 10,000 ريال لحصول 6 من لاعبي فريق نادي النصر على 6 انذارات في مباراة واحدة. أيضا لجنة المسابقات قدمت مباراة فريق الشعلة والأهلي يوم السبت، ستقام بعد صلاة المغرب لظروف الطيران. النادي الأهلي أنهى مخالصة مالية مع لاعبه المبتعد محمد مسعد. ايضا الحكم فهد المرداسي دخل القائمه الاوليه المرشحه للتحكيم في نهائيات كاس العالم في روسيا. بالتوفيق ان شاء الله لفهد. في موضوع يخص التحكيم، هناك صراع داخلي الان بين لجنه الحكام الرئيسيه ولجنه الرياضه اللجنه الفرعيه بشان ترشيح الحكم او اختيار اسم لترشيحها للشاره الدوليه. هناك شكري الحنفوش، هناك محمد القرني، هناك من يريد شكري الحنفوش وتقف خلف لجنة الحكام الرئيسية، هناك من يريد محمد القرني وتدعمه لجنة الرياض. طبعا بدأ هذا الدعم من الموسم الماضي، شكري الحنفوش قاد 12 مباراة في الدوري، محمد القرني قاد 6 مباريات. هذا الموسم محمد القرني يقود 3 مباريات مقابل مبارتين لشكري الحنفوش، وسيتواجدان في الجولة السادسة. أبو عبد الله، وش رأيك في التحكيم الموسم هذا؟ والله التحكيم عليه ضغوط كبيرة جدا، وأنا أشوف أنه يعني بيكون ضحية في كل موسم وفي أخطاء يعني. لكن الأخطاء جزء من اللعبة، وحتى لو جبنا حكام أجانب يكون نفس الوضع. لكن في ممارسة ضغوط على الحكام، أنا مش مع الفرق أو الأندية ورؤساء الأندية اللي قاعدة تضغط على الحكام، لأن حتى على فكرة الأندية اللي قاعدة تضغط على الحكام إعلاميا هي المستفيدة من أخطاء الحكام لمصالح أندية معينة السابقة. فهذه علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي. نعم، المصالح أندية معينة يعني ضغط الإعلاميين؟ لا في ضغوط حتى رؤساء الأندية. أنا أكلمك رؤساء الأندية نفسهم اللي الآن يصرحون بحكام أجانب اللي ظاهرين في الصورة هم المستفيدين أصلا من الأخطاء التحكيمية اللي حدثت. طيب أسامة، وبعدين حتى لو جبنا حكام أجانب نفس الوضع، يعني حكام أجانب جاءوا وحكموا وكان لهم أخطاء مؤثرة في مباريات. طيب تفضل أسامة. أنا أقول رأيي في الحكام الموسم هذا أنه أقرر 5 أجانب، يعني مجرد أن أقررها العدد معناته فيه عندك اعتراف من الاتحاد اعتراف من اتحاد الكرة أنه عندك خلل في طاقم التحكيمية. الحكام المشكلة أنه يعني لازم نروح نرجع لنفس الحلقة، أنه حكام يتأثر بما يقال عنه قبل المباراة من إعلام، من مسؤولي أندية، من أي شخص يقابل في الشارع ويتكلم عليه انشد ودخل الملعب ومشدود. هذه مشكلة حكام. لكن بعض الحكام ما يصنعون هم الإثارة في الوسط الرياضي؟ لا، بعض الحكام، شوف تدريش إشكاليتنا الآن وهذه اللي انعكست سلبية على الحكام، أنه بعض الحكام اللي غادروا الساحة
شفناهم في صفحات التواصل الاجتماعي في تويتر بدوا يتكلمون كانوا مشجعين. لذلك وش انعكست الصوره علينا عندنا انه اذا هذا المجتمع اللي جالسين كانوا فيه يظهرون مثاليتهم علينا ما كان صحيح. كانوا اذا نتوقع انهم كانوا يغلطون في مو بيغلطون يتعمدون. ظهرت المثاليه بعد ان خرجوا بدر كنا يعني الان جاني قناعه انه والله نعم صح كان يتعمد انه يخسر الفريق هذا ويكسب الفريق هذا وامثله كثيره. يعني اخر مثال المراقب ابراهيم النفيسه في شعار النصر. اذا انت شوف انت هذه اي انا اقصد هذه التصرفات ما تستفز الوسط الاعلامي تخليه تستفز انا كلجنه. انت في اللجنه تلخبط شغلي كله بهذه التصرفات اللي جالس تسويها وغير كذا تثير الناس علي تخلي الناس تقول لي شفتوا هذا حكامك هذا. يعني ما الوم لما اجيب حكم اجنبي يحكم هالشيء لكن الحكام هم من يثيرون المشاكل حول انفسهم. يعني ممتاز. اليوم اقيمت مباراه مقدمه في الجوله السادسه من دوري جميل. الهلال صعد مؤقتا في صدارة ترتيب دوري جميل بعد أن فاز على الفتح بهدفين لواحد وبعد أن ذبح ربيع سفياني مكيدة في هذه المباراة. أبو عبد الله مباراة الهلال والفتح. لا بس بالنسبة قبل الفتح بس بالنسبة أخوي أسامة تكلم عن أن الحكام لجنة الحكام اعترفت وعطت 5 حكام للأندية. لا هي تحب ترمة الكرة في ملعب الأندية وتبي تبين للشارع الرياضي خلينا نشوف الأندية اللي بتجيب 5 حكام في لمباراتها في الدور الأول. إذا حدث ذا الكلام حمد معلش بقاطعك أقول لك أن اللجنة الآن هي اعتراف منها. لكن حتى يحدث هذا الكلام ان الانديه تجيب 5 حكام العدد اللي سمح لها الان بالزياده بيطلع الكلام اللي قلته انت صح. فانا اعتقد اللجنه هي ذكيه قطت الكوره في ملعبهم قالت جيبوا حكام. لا بقاطك حمد ترى واذا انتهى الدور الاول اخوي اسامه اشوف لي كم عدد الانديه اللي جابت 5 حكام. حمد ترى المساله مين من اللجنه اما بالنسبه القرار من اتحاد الكره نفسه مو من اللجنه بالعكس عمر مهنا خرج ويعني ندمان يقول ليش قرروا 5 حكام وكان معارض في الاجتماع اللي صار مع قال معارض يقول لك لا المفروض ما يكون طواقم. فالمشكله ما هي على الاتحاد القدم اجبرهم ان يصيرون 5 حكام. لا وازيدك بالشربات احتمال السنه الجايه يفتحونها مفتوحه يعني كل من يبغى يختار. والله شوف احنا خلينا نشوف زي ما قلت لك انا يعني في نفس توجيه على سالفه المدربين نفس توجيه الان. يعني انا ابغى مباراه يطلع فريق خاسر لا يقط كلام للحكم يقول الفريق الثاني كان افضل مني حتى لو افضل منه ما يقول. لان ثقافه الرؤساء والمسؤولين هي الخوف من الاعلام والجمهور. ممتاز. فدائما يلقي مشاكل على الحكم اول واحد. طيب نتجاوز موضوع التحكيم ابو عبد الله. حتى لو كان الفريق هذا كويس ما يعطيه حقه يقول والله الفريق هذا فاز علينا كان كويس على طول الحكم ظلمنا. طيب تجاوز موضوع التحكيم اليوم عفوا ابو عبد الله اليوم الهلال تصدر الترتيب دوري جميل عبر بوابة الفتح اخذ نصيبه من الفتح. نشوف ملخص المباراة. مباريات الماضية لعبها كاملة لكن الآن إلى سالم الدوسري راح انطلق صوب يا رب يتقدمون في المباراة المقدمة الآن يبحثون عن المقدمة. أي تمريرة أي كرة يا بنتلي أي انطلاقة أي سرعة أي محاولة أي تصويب أي جناح. تحدث كثيرا عن صعوبة المباراة وصعوبة الفتح وصعوبة أبناء النخيل. قبل 2 يا إلتون يا عرضية يا دوريس يا متابعة. واستغلال الدقائق المتبقية الهلال من ضربة وكرة ثابتة ومتابعة يا رب ضيع الكرات السهلة والخدمة تاتي الآن والخدمة تاتي. أبو عبد الله الفتح والهلال والله المباراة كانت جيدة بالنسبة لشكلها الفني وجيدة كنتيجة أيضا للهلال اللي عنده استحقاق مع العين. فتكون المباراة اللي قبلها دافع أو معنوي بالنسبة للفريق قبل مقادرته طبعا لمواجهة العين وهو طبعا حظوظه أفضل أصلا مع العين
ولكن كنتيجة إيجابية. بالنسبة للهلال طبعا من واحد من الفرق الكبيرة والمرشحة طبعا لتحقيق اللقب، عندها عناصر تلعب كلعب جماعي فردي، حلول فردية، دكة بدلاء جيدة، دعم جماهيري كبير، فواحد من الفرق اللي دائما تستمتع لما تشوفه يلعب في المباراة، من الفرق اللي تمتعك طبعا. اليوم الفتح أيضا بعد لا نبخس حقه، بدأ يرجع يذكرنا بفتح الموسم اللي قبل الماضي، بدأ يرتب أوراقه، فنتيجة جيدة بالنسبة للهلال كحاجة معنوية لا قبل حتى ذهابه لمواجهة الحين. ممتاز سامة. أنا أقول النتيجة إيجابية بالنسبة للهلال، إنه ثلاث نقاط هي لها، لكن مستوى فني يعني وضع أكبر علامة استفهام في الفريق، خصوصا في الشوط الثاني الهلال يعني جماهيره خافوا كثير انه قدام العين. ايش اللي لفت نظرك في مستوى الفني؟ الهلال كان اليوم فيه نوع من البرود، كان كل لاعب يعني يتحاشى طبعا الاصابه، انا ما الومهم طبعا، عندك مباراه مهمه الثلاثاء المقبل مع العين، بس ما توصل مثلا انك تصل امر انك حتى في بعض الكرات تتجاوز على اساس انك والله تخاف تصاب ما تلعب مباراه العين، مو يعني يفترض انه يكون اكثر يعني مباراه حقه، مثل ما المدرب نفسه ريقي قال انا عندي اهميه الفتح مثل صحيح. اهميه العين، فكان الهلال يعني انه يخسر مباراه اليوم في سبيل انه بالاداء اللي باهت، لكن طبعا كان الاهم انه الهلال انه يكسب ثلاث نقاط وكانت الاهميه، ولكن بالمستوى اللي ظهر فيه الهلال اليوم انا اقول صعبه جدا عليه العين، حتى لو كان الهلال كاسب 3-0 ترى مزعجه، العين اليوم كسب عجمان 4-0، فترى الكوره يعني ما لها امان يعني، والهلال الهلال لو رجعوا ايضا للغرافه يوم من الايام الغرافه كاسب الهلال 4-0 لولا انه في اخر الدقائق تعدلت الامور، لكن اقول بالمستوى الفني اللي اليوم ظهر فيه الهلال يجب ان المدرب ريجي يعيد ترتيب اوراق الهلال من جديد، على الاقل بالجانب مو بالجانب الفني، من جانب يعني نقول المعنوي، يعني يبدا الناس اللي يعني يبغى شوي يحس انهم هبط مستواهم اليوم يحاول ايش ترتيب اوراقهم، يضغط عليهم على اساس انهم يرجعوا من طيب. زميلنا عبد الرحمن العبسي حضر اليوم في نادي النصر والتقى المدرب كندا. شو ذا الأخنت جوجلو قال لك جمهور نادي النصر جمهور ذكي، يعني إذا كان في البعض مع الاحترام لآرائهم يعني يدلون بهذا الرأي اللي تفضلت فيه مرة هو يحترم رأيه، ولكن جمهور نادي النصر جمهور ذكي، وهو شايف إنه فريقه يعني الحمد لله رب العالمين العلامة التامة حتى الآن إن شاء الله دائما، يعني وهو تقريبا الفريق الأكثر تهديف حتى الآن يعني. نعم. في الدوري عبد الله نزي ذكر بأنه هم كلاعبين ما يعني مقصرين، شوف تطبيق الجمل اللي يطلبها منهم المدرب قاعد يشوف الشيء هذا أو إنه شيء جديد جاب عبد الله نزي. Pero bueno, me parece que estamos hablando del líder de la clasificación, ¿no? Son preguntas un poco ridículas para hacerse salir de la clasificación. الحمد لله رب العالمين نادي النصر يعني حتى الان متصدر وان شاء الله متصدر دائما، يعني طبعا يحترم كلام الكابتن عبد الله العنزي وبيثمنه وبيقدره بشكل كبير، وبالله اللاعبين عم تبذل مجهود كبير، يعني عم تبذل مجهود كبير، وبداوا بانهم يهضموا ان صح التعبير يعني الطريقه بشكل كبير. كابتن حمد سريعا، ايش الفرق بين كنيدا وكارينيو؟ والله الفرق طبعا انك انا قلت لك انا مع الاستغراب يعني انا من الناس اللي ما ايد ذهاب كارينيو عن النصر، كان عمل شكل فريق ممتاز وعنده عناصر، يعني الموسم الماضي النصر دعم فريقه بعناصر كبيره، السنة هذه نفس الموضوع لكنه غير المدرب، هو أراد الرحيل كابتن كارينيو، هو من أراد الرحيل، وين النصر اللي كان مبدع العام، فهو مختلف فنيا يعني لا شك مختلف فنيا، لكنه هو في النهاية هو يحقق الثلاث نقاط، الآن بالنسبة للفرق الكبيرة أنها تجمع نقاط أنها ما تخسر عشان أنها قدامها مباريات كبيرة جدا، أما في اختلاف يعني حقيقة اختلاف واضح بالنسبة للشكل الفني في فريق النصر. طيب
أنا أقول فرق شاسع بين كارينيو وبين كانيدا. يعني كارينيو كان النصر فيه 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 حماس, فيه فيه جاس كارينيو يبث لهم جرعات يمكن إيجابية بشكل مو طبيعي, وكان النصر يدخل يعني إحنا نستمتع من النصر نشاهده في أداء. الآن كانيدا جو وزي العمل النصر زي الباهت, يعني ما صار النصر, لكن ربما أسامة حضر التكتيك واختفت الروح المعنوية. ما بالعكس, أنا أقول حتى التكتيك مع كانيدا ما خاصة أن كارينيو هو من أراد الرحيل عن النصر. طبعا هو ما نقدر نضرب الملابسات للنصراني بقاه من عدمه, لكن كانيدا أنا أقول يعني النصراني حتى في كل مباراة يحطون يديهم على قلوبهم لأنهم يخشون أنه يسوي لهم. حتى فوز النصر في المباريات الماضية هو فوز باهت, يفوز 2-1, يفوز يعني ما هو بذاك الفوز اللي كان مع كارينيو بشكل يعني قوي وشكل انه لا ما اتوقع من الفرق الثانيه توقف. لكن أنا مثل ما قال ابو عبد الله المهم النتيجه تحضر في, ولكن انا اتصور النصر بينزعج كثير عندما تكون المقابلات الكبيره اتحاد اهلي شباب نصر عفوا هلال. طيب. الاربع المباريات دي تزعج الكنيدي كثير. شكرا لك الاعلامي الرياضي اسامه النعيمه, شكرا لحضورك. اشكرك اخوي بدر, واشكر الزميل حمد في مشاركتنا اليوم. شكرا لك نجم الكره السعوديه السابق ونادي الاتفاق والمحلل الفني حمد الدبيخي, يعطيك الف عافيه ابو عبد الله. شكرا لكم, الله يسلمك. شكرا لك. في الختام لكم تحيه طاقم العمل من الاعداد معاذ الحميدي وعبد الرحمن ناصر محمد ثواب والمخرج عبد العزيز الوليعي, في امان الله. التي مر عليها بست مرات سابقة. إذا ضربة البداية في هذه المتعة القادمة والسهرة الكروية الجميلة في الكرة السعودية. كما ذكرت في البداية أفضل منتج يقدم للعالم, ونقول هذه كرتنا, هذه كرتنا, ضربة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم, تحياتي, محدثكم أحمد خالد النفيسة في الكلاسيكو التاريخي الكبير, في البطولة الكبيرة, في البطولة الأغلى, الأمتع, الأغلى ماديا وقيمة وبرعاية كبيرة في ختامها في مباراة نهائية لختام المنافسات المحلية السعودية. إذن الاتحاد والهلال ربع نهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. تبدأ المباراة الآن مع الهلال, الغيابات حاضرة في الجانبين, لكن الهلال يبدأ مباراتي اليوم بحراسة المرمى, أو الاتحاد يبدأ فواز القرني, واللعب الآن ملعوب الكرة الآن لعبد الله الزوري. راح نقول التشكيل وإن كان مرت عليكم بالتأكيد التشكيلات, لكن نشرحها على أرضية الملعب. هذه كرة ملعوبة, سلمان فرج لاعب الوسط الأيسر يلعب اليوم, يلعب وسط أيمن للهلال, سالم الدوسري, محمد الشلهوب صانع العاب ورأس الحربة, وحيدا يلعب وسلي لوبيز في المحور, هناك محمد القرني وغوستافو بوليفار, ياسر الشهراني ظهير أيمن, عبد الله الزوري ظهير أيسر, وقلب الدفاع أوزي دي باولا ماجد المشهدي. الاتحاد وهذه كرة ملعوبة للهلال, يا سلمان فرج تمرير للشلهوب, فيها تسلل, فيها تسلل, فيها تسلل, فيها تسلل, فيها تسلل.